Yahya! زوزو! ايه يا حبيبتي في ايه؟ مالك؟ ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ يحيى فين يا زوزو؟ يحيى عند جده. بس انا يا دوبك غفلته، صحيت ما لقيتوش اتخضيت. يا حبيبتي انا قابلته، قال لي هدخل على جده عشان اطمن عليه. ايه اللي قلقك بس؟ طمنتي؟ هو ننزل ملاك اهو. رؤية، عايزك يا رؤية. أنا آسفة يا أنكل، خليك مرتاح. أنت مش هرتاح إلا لما أقول لك اللي عاوز أقوله لك. أيوة، بس الكلام مش كويس علشان حضرتك. هبقى كويس لما أتكلم. من فضلك يا زينب، خدي يا القطو عشان يكمل نومه. حاضر. اقعد يا رايح. لسه مصرة تبلغي؟ مش وقت كلام دلوقتي خالص يا أنكل، لازم ترتاح. يا ريت تريحيني وتجاوبي على سؤالي. أنا هقول إن حضرتك ونادين ما كنتوش تعرفوا حاجة، إن أنتوا مش مذنبين ولا ليكوا ذنب باللي حصل. يبقى بتقدمي بلاغ كاذب. أنا المتهم الأول لكل اللي وصلنا له. أنا اللي وصلت أولادي للحالة التعيسة اللي هما فيها دي. ظلمتهم. ظلمت أمهم قبلهم. ظلمتك أنت كمان يا رؤية. أنكل دلوقتي حضرتك بتظلم نفسك لما بتتكلم كده، الدكتور قال ما ينفعش تتكلم. أنت عارفة اللي ممكن يموتني فعلاً؟ إنك تدفعي نادر تمن الجريمة اللي أنا ارتكبتها في حقه وفي حق أخته من يوم ما اتولدوا. مش عاوز أظلمك. والله أظلم أي حد. عشان كده مش هطلبها مني. انتي حرة يا بنتي، انتي حرة تعملي كل اللي انتي عاوزاه. البيت كله بيحبك ومحتاج لك، وأولهم يحيى. ده أمن حضني عشان يجي يطمن عليك. بتهيألي يحيى لوحده كفاية إن انت تاخد بالك من نفسك عشان خاطره. وانتي يا رواية بتحبيني؟ والله العظيم بحبك. سامحي. سامحي. الست الطيبة اللي مربياكي قالت لي كلمة فيها حكمة. الغفران أقوى بكتير من الانتقام يا أم يحيى.